السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. اليوم إخواني أخواتي عنا وصفة بالسمك، هذا سمك عن التوابل، فيها فلفل أحمر، فيها ثوم، فيها ملح، فيها فلفل أسود، فيها كمون، وفيها الزيت. هادو بقى نخلطهم مع بعض. وهنايا عندنا فرينه وعندنا هاد لي كيردون صغار ماشي كبار، ها. وعندنا الزيت باش نقلو. الان نطفو هذاك السمك، هذا نطفوه، هذا السمك نقلعو له كاع الاحشاء نتاعه، نقلعو الراس، نقوه، نخليه كاع هكا مسطح. هيا من بعد نوريكم. ها هو اخواني اخواتي، بعد ما لقينا هذاك الحوت، هذا السردين، بواسون بلو، هذا قلعنا له السرسو، قلعنا له الشوك، نقيناه. دوك شنو نديرو له؟ نحكمو هاد التتبيله هادي، نخلطوها. درنا فيها الكمون، فلفل اسود، ثوم، فلفل احمر، نخلطو كيما هاك. محبة تاع الحوت، نكوها بهاد الخلطة. نديروها كيما الملفوف، نوها كيما هاك. نجيبو هاد الكيردة ندخلوها كيما هادو، من بعد نقلوهم، نديروهم في الفرينة من بعد نقلوهم. نزيدو واحدة أخرى، هاهي. دوك نكملهم ومن بعد كي نقلوهم نوريهم ليكم. السمك هذي عندك الاختيار تشويها، نشويها على الجمر، كل قليها في الزيت. هيا كيما هاك، هي التتبيله هذي ندخلوها مليح في الحوت. هيا السردين نقلو هكا الطول، ندخلو هنايا كل زوج، كل ثلاثة، كل ربعة مع بعض كما انا راني باغا نقليهم في الزيت. هاكي جبن، ندبرو عليهم الفرينة كيما هاك، هاكا نبداو نقلوهم باش نحكو النملة. أنا بس كمية حسب العائلة. نورك الشفاف، نشفو هاهي. أنا وريتكم الطريقة، كل واحد يدير حسب العائلة اللي عنده. هذه دوك نقدمها مع بطاطا مقلية، مع لاصوص، مع سلطة، حتى ملي تكوني تقلي فيهم يجوك ساهلين في القليب. عندهم هاد لي كيردون، شتي تحكمي بيهم.
كنشوفهم في الطابق الاخر. وهذه مجرد فكره لا تدبيره باش نقلوا الحوت. الان هذه البطاطا ها هي وجبه اليوم او طبق اليوم، عباره على اسماك متبله ومحكومه بهذا الليكير دو، هكا يجوا ساهلين باش تقليهم. هذه بعض الافكار نطبقوها في الوجبات نتاعنا او في الاطباق نتاعنا. ها هي الاسماك، هذه درتها على حكمتها بالليكير دو هادو. باش ينقلاو لك ما يتفتو لكش في المقلة. وزدنا معهم بطاطا مقلية، بطاطس مقلية متبلة بالفلفل الأسود والثوم، ومعها طماطم، صلصة الطماطم هي. هذه هما الأكلات تاع الصيف. الحوت هذه هي طريقة جديدة درناها اليوم. قديه مع سلطة خضراء، وإلى لقاء آخر وإلى وصفة أخرى إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.